كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. شايس خوك خيب صراحة نام معاش منجم روح. شنو يا خوي قاعد عاد نهار كامل هو في الخدمة يعلم به المولى حتى واحد السيجار وكيف باش يشعل معاش تم. شنو يا خوي يخسر عليك تمشي للحمار تمشي للقمرق تمشي للقباضة يقول لك الدخان ما قطوع ما تهمش باكو بخمسة بيعوه بعشرة باكو بألفين بيعوه بستة عليه أخي ويش فهم عيب راو الكلام ذي بلاي واش قولكم يا جماعة يا ودي يا مولدي برسمك معناها ضربت لي في الوتر الحساسة كل اللي يوجعني لو ماكسيمو في قلبي رك حفيت في موضوع سنصيب بالضبط 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 خليني ساكت راني موجوع كان نحكي لك البارح صار فيا نقسم لك بالليه ومخك يقف ها خايب بالليه وحكي واش صار فيك البارح خوك البارح التسعة ونص تاع الليل نهز روحي ونمشي لقمرق في الحومة اتصور اش صار لي ماشي في بالي اش ناخذ دخان تصور اش صار لي يا خاي واش صار لك ما تقوليش حسب لك الباك وباك الحسب بالليه قولي واش صار لك ليه ما صار لي شيء قلت مسكر وليت روحت فمتني بيا خي صح عليك باب الحق يا جماعه تو شنو حكيت الدو حب نفهمني ناك هذول البنين حب نف وعلاش هذا دخان خوي السوم نتاعو دوبل ولا يقولك مقطوع يا مولدي قسما بالله انا ملي بديت الحكايه هذه وانا باش نبلو عليا ماش فيها ماش فيها قسما ماش فيها شنو هذا اش مازال عاد يا كلمه مازال وقعد تشحتف طيب ليش مدخلك انت سي حمادي في حكايه الدخان انت سبورتيفك اللي في قلبك وعمرك ما شنو شو مدخلك في الدخان انت يا عاد شيش مدخلني في الدخان يا ودي باين سير مدام الدخان مقطوع انا نتشحتك بلي كيفيه شنو اللي كيفاش ماني نبيع في البريكيت عدينا ماش فما دخان دونك البريكيت ماش يتباعو فهمتك كل واحد مشكلت بليش قولك انت سي بالله بالرسمي حطينا ككلاي معناها حكاية الدخان هذي معناها دخلتنا في حياته فهمتني توينا واحد من الناس معروف معناها لازمني الدخان واحد شيلف اموره عندي توي قريب 3 ايام واحد فهمتني طيبينياتنا البارح رصات لي شعال دفلة ولفيتها فهمت الاولياد يتهو بالرسمي وتكلم كلاي وجو الامور هذي وقالك معاش فما دخان بليش شنو الحال تو فسرونا انا نتصور الحكومة بالعاني حبوا يقطعونا الدخان شوالي الشعب كامل ما يتكيفش توماتيكمو نولوا تونس كامل ما نتكيفوش ونولوا وقتها رسميا اول بلاد في العالم في حاجة بارك خاطر ديما احنا الاخرانيين نولوا اول شعب في العالم ما يتكيفش خويا سمعني يا سيدي تبعني والله العظيم انا نقول لك واحد الحاجة انا مغربي ونتوما كلكم الخوا ديالي مع بعضنا تحسن تكلموا واش كيف في الدخان هذا تاعكم اخويا واحد مدرب الصحه انا عندي واحد الحل لكم كلكم يا اخويا بالله عندك حل لنا الكل بالله شنو هو الحل نتاعك تبعوني تروحوا معايا لطنجة ونتكيفوا واحد الدخان ديالي انا الدخان الدياري هذا اخويا تاع واحد السيجارو قسما بالله راك تروح حتى القباضه والله فكرة حلوة الفازة ذي أنا ككلاي معناه مستعد نمشي معاك في الفازة هذه فهمتني هذي صحيح عني بيق الأمور ذي أنا قاعدين باش دخان وبلاد واقفة وما فماش والأمور كلها مش هي حسيوا حتى الكلمة هذيك اللي كنا نقولوها قبل يشعل النار ويقول دخان مني ما عاش تمشي مادام ما عاش فمه باش تولي تعرف كيفاش باش تولي هكاية شعل النار واعطيها الطوع وبعد قل لي الدخان مقطوع غالي غالي سايس خوك